السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. نواصلوا في الدورة متاعنا تاع إنشاء مدونة البلوجر. كنت اليوم ناوي باش نعمل فيديو على القالب متاع البلوجر، كيفاش نجيبو القالب ونركبه على المدونة متاعنا، على البلوجر متاعنا. نجيبو تام ولا قالب، كل ما كنت حبيت تسميه. نعمل هنا ريشيرش في الجوجل كامل لوجو، نشوف مثلا نجي نكتب هنا نشوف لي تام كيما هذا اسمه تام بلوجر، يعني نختار كيفاش باش تكون الواجهة نتاع البلوج نتاعي. فما مشكلة هنا، المشكلة أن لي تام الباهيين كلهم بيوند. باش تشري تام بلوجر لازمك أقل شيء 20-30 دولار. على هذا ولد أجل حكاية التام. آخر حاجة، خاطر فما برشا عباد مش نجم يشري تام، دونك نولو نخدمو على البلوج على التام اللي عطيناهم على البلوجر الجراتوي خير باش العباد الكل تفهم. اليوم شنو نقولو نعمل؟ اليوم نقولو نعملو نظرة عامة على البلوجر. كما قلت نعملو نظرة عامة، نشوفو شنو هما لي بارامتر اللي عندنا هنا هضمها في البلوجر، شنو هما هضمها كل وحدة اش تعني بالضبط. وبعد ان شاء الله نبدو في الصفحات اللي هي حاجة مهمة على الاخر، نقول كيفاش. اول حاجه هذه اسمها المشاركات. المشاركات هنا نعملو للارتيكل بتاعنا، المشاركات المقال والارتيكل بتاعنا باش نعمل مشاركه. هذه هنا مشاركه جديده، وبعد ما نكمل المشاركات بتاعنا لهم كل لهنا البلاصه هذه شفنا الكل. وفما خاصيه اخرى اللي هي مثلا المسودات اللي هي مثلا ارتيكل ما نحبش نبارطاجيه تو، نبدا فيه شوي نخليه، وبعد نجي نكمل مده اخرى نلقاه في المسودات ونكمل ونكتب عليه. هذا بالنسبة للمشاركات. نجي بعدها الإحصائيات. الإحصائيات هذه اللي هنا المصادر الزيارة، من وين جتني الزيارات متاعي، ويعطيك كل شيء يعني على الزيارات متاعك، المصادر الحركة من وين جات المستشفى، من جوجل، من فيسبوك، من بالضبط. هذه النظرة عامة. هذه المشاركات، كل أرتيكل الزيارات متاعي قداش، من وين جت، مصادر حركة الزيارة جاية من جوجل، من وين بالضبط، كاتب ديريكت اليوم انت ولا لا. والجمهور هذه واضح هنا البلاصه اللي جيتني منها الزيارات، مثلا عندي هنا الولايات المتحده بولندا بلجيكي مش عارف نجوم، تم كتبنا شيء. لهنا التعليقات. التعليقات علاش عطينا التعليقات؟ خاطر مثلا كتبت انت، كتبت نقولوا احنا 1000 ارتيكل في البلوج نتاعك، ماكش تدخل على كل ارتيكل تمشي تشوف التعليقات اللي فيه، شكون عمل كومنتار خايب، شكون حط لك اليام مش باهي في الارتيكل نتاعك كذا. ايش سهل لك انك تعمل تعليقات معناتها تشوفهم يوميا، وتولي تدخل جيس لهنا وتشوف اذا كان فما حاجه تحب تنحيها تولي تنحيها. الرسائل غير مرغوب وهيك كيف يعني هذاك. نجوا لهنا الارباح. تحقيق الارباح هذه نقطه مدونه نتاعنا بالادسنس، اللي هي هذه هي اهم حاجه. انك بعد علاش تبني المدونه نتاعك، باش تربح منها، باش تربطها بالادسنس. كيف باش تربط بالادسنس؟ اول حاجه باش نربط بالادسنس تو غير مفعل بالنسبه للبرنامج نتاعي اللي هنا مدونه غير مؤهله حاليا للاستخدام. اول حاجه ثم برشا حاجات تم عملناهمش، لازم نعملو مقبل باش تولي المدونه نتاعنا مؤهله باش تولي نطلب من الادسنس نربطها بالادسنس. اللي هما شنو؟ لازم يكون عندي اقل شيء ديس ارتيكل، ولازم تو كيف نجيو لهنا الصفحات، لازم يكون عندي 3 صفحات. شنو هما الصفحات؟ هذوما عطو نحكو عليهم بالضبط وين يجو عطو نشوفهم بالضبط. مع هذا الكل لازم يكون عندي باش يقبلني على التنس، لازم يكون عندي معناتها زيارات يوميا، هذا لا بأس به من الزيارات اليومية، مش هكاك يعني باش يجي يقبلني هو في التنس وانا ما بيدخل لي حتى 10 من الناس في النهار، مش باش يربح مني حتى شيء، دونك مش باش يعمل معاها بارتنر. وفما الطريقة الأخرى اللي هي أكيد باش نعملوها باش نوروها زادة، اللي هي حكاية شو اسمه، كتبت عندك أدسنس حاضر
عامل مثلا عن طريق اليوتيوب والحكاية كيفاش نربطوه بالمدونة متاعنا ونشوفوها حتى هي إن شاء الله. نجول هنا الصفحات هذه اللي باش نبدو بها اليوم وبعد ذلك نشوف كيفاش نعمل صفحة وشنو هي الصفحات بالضبط. التخطيط، التخطيط هذا هي شنو يعني التركيبة متاع المدونة متاعنا كيفاش. مثلا إضافة الشريط الجانبي مثلا لهنا هذا المدونة ثلاث الشريط الجانبي هذايا هنا نجم نزيد هنا حاجة أخرى بعدها مثلا الباج باج فيسبوك بتاعي أي حكاية نجم نزيدها هنا جيست نعمل إضافة أداة ونكتب شنو نحب أنا بالضبط نضيف شنو نحب أنا بالضبط لهنا كان نحب مثلا أدسانس نزيد نضيف ببليسيتي فهم حاجة من النوع هذا. الشريط الجانبي السفلي عندي هنا كيفاش تحب نضيف لي حاجة مثلا هنا وين أرشيف المدونة الإلكترونية شو اسمه حسب هذا في الإضافات هذه سهلة عشان نشوفوها كيفاش تصير بالضبط. بالنسبة للببليسيتي هذه اللي هنا حاطين زوج إعلانات نجم نزيدهم ديريكت للصفحة الرئيسية بتاعي جست نجيب لهنا شو اسمه كود ادسانس بتاعي وهو تولي عرضهم ديريكت. شنو الاخر مثلا هذه خمس تفضيلات هذه هنا واللي نسموه فابيكون هو هذه اللي هنا التصويره اللي تبان هنا حتى نتاع البلوك حتى كي نجم نبدلوها تولي تصويره اللي نحبوا عليها هنا ونشوفوا كيفاش زاد ان شاء الله في الوقت. نجول هنا للمظهر، المظهر نجول هنا عندنا تعديل HTML هذا الكود HTML نتاع الباج نتاعي هذا الكود HTML نتاعي نتاع الواجهة الرئيسية نتاعي اللي هو نورمالمون إذا كان جبنا إذا كان جبنا تمبليت باش نجيبو كود HTML هذه الباج هذه نتاع التمبليت مثلا هاك كيفاش نهبط كيفاش نعمل تيلي شارجمون باش يعطينا كود HTML كود HTML كيفاش نهبط كيف نصبوه عندنا يولي يعطيني شو اسمه يعطيني التام هذا. علاش كما قلنا ما نجيبوش اي تام لان اللي تام جراتوي فيهم برشا مشاكل. اول حاجه اللي هي تام جراتوي هكا فيه دي ديفو تلقاه دي واللي ديفو هذا اخيب حاجه للمدونه نتاعنا تولي المدونه نتاعنا ما عادش تطلع في جوجل ويعمل لنا برشا مشاكل. ثاني حاجه شو اسمه هذا المدونه الجراتوي البلوج التام الجراتوي عندنا اشكاليه اخرى كبيره ياسر اللي تلقى فيه دي ليان اغلبهم تلقى فيهم دي ليان ما عندكش انت الحقوق نتاعك مثلا وقت نجي لهنا نوريكم مثال وحطيت مثال هذه جبنا مثلا نعرف المدونة هاي جبت تجربة عملت تجربة جبت شو اسمه جبت التام هذا اسمه سكويز جبته شنو نلقى فيه تلقى فيه جميع الحقوق محفوظة اللي كذا تلقى فيه اسم اللي عمل الواحد هذا وتلقى فيه بكود اللي فوق شوف اللي فوق هنا شوف اللي فوق هنا يعني ما ننصحش به بتاتا انك تستخدم كما قلنا شو اسمه كيف باش تستخدم تام والا قالب ما نجيبش من الانترنت الا ما يكون قالب فيه شروط باش نحطوه حول الله نحاول نوفر قالب للناس الكل. نواصل نواصل اليوم قلنا بحول الله باش نخدمو مازال هذا اللي احنا تنجم تبدل فيه عندنا برشا الكود نتاعنا ثم حتى كود الميتا تاج هذا اللي هنا الكود الميتا اللي هو فيه حتى شوي خدمة على السيو اعطونا نشوفوا كيفاش. يبقى لنا هنا الاعدادات، الاعدادات الاساسية هذه اسم العنوان نتاع المدونة نتاعنا كي تحب نبدلوه نجي نكليكو هنا تعديل ونبدلو شنو نحب احنا يولي المدونة نتاعنا شنو نحبو مثلا هذا نردهم بالعربي مثلا ونعرف نردوه ريال عربي مثلا هذه التغييرات نجي نعمل ريفرش ولك اسمها ريال عربي المدونة نتاع الوصف
الوصف لابد من كتابة وصف. أظن تيجي تكتب هنا مثلا، نقول هنا المدونة بتاعنا على باش تحكي على الرياض، هذا المدونة بتاعنا على باش تحكي على ريال مدريد كذا كذا كذا، وتعمل حفظ التغييرات حد الأقصى مسموح فيه 500 حرف. هذا ما مسموحش، اشتغل هنا هذه حكاية باش تكتبهاش في اللي فاتت. المشاركات والتعليقات عندك البريد الإلكتروني، البريد اللي هو باش نقول الميل بتاعنا اللي استعملناه، إذا كانك أنت تحب تنشر باسم البريد الإلكتروني تطبق بالبلوجر كوم كوم. عندك اللغة والتنسيق باش نبدل اللغة مثلا، إذا كان باش نكتب بالعربية، إذا كان أحتوي المدونة بتاعنا حاليا فرنسي وأنا المدونة بتاعي باش نكتب باللغة العربية، إذا هذه لهنا غلطة لازمني نبدلها عربي بالعربي. حفظ الإعدادات نقول نشوف هنا، وهذيك كاتبين وكان ارتيكل اللي هنا فورمي بار بلوجر، نشوفوا واش باش تولي، لا يوجد شيء هنا كذا، ولات عربية اللغة نتاع البلوج نتاع. بالنسبة للتوقيت المحتاج الوقتاش يحب نرد في جزء رايح بنبدله نبدله، تنسيق رأس الصفحة مثلا شو اسمه التاريخ اللي باش يجيني في البروجيكت نتاعي نحب نبدله عادي جدا. بالنسبة لهذه تفضيلات البحث اللي شفناها المرة اللي فاتت وقت اللي عملنا في شيء روبوت واي اكس والسيت ماب، احنا وقت اللي عملنا الواحد بتاعنا. وبالنسبة للاخرين سيكون مش مصر حتى المدن الالكترونية كانت تحب تفسخ شو اسمه البلوك سي تحب تفسخ الجملة بتعمل حدث من هنا. طبعا نرجع للمهم هي الصفحات. الصفحات ثم ثلاث صفحات مهمة جدا ما يقبلنا على الترانس إلا ما يكونوا موجودين عندنا ثلاث صفحات. هذا واحد صفحة لازم يكون عندنا صفحة سياسة وخصوصية نشوف ايش نعملها، ونعم صفحة من نحن تعرف بها انت شنو بلوك هذا بتاعك على شنو، وصفحة المراسلة باش يرسلوك عليها يجيك عليها لعبات مراسلات نتاع الناس. صفحة سياسة الخصوصية يجوني تقول هنا سياسة الخصوصية الصفحة كيفاش نخدم سهل على الأخر. عندي كود باش نخليه لكم هكي، الكود هذا باش نكتبه هنا في هنا عندي التأليف، هنا عندي HTML نجي ال HTML لهنا نحي الكود الموجود لهنا ونجيب الكود بتاعي. باش نعمل كنترول نعمل كنترول ها سيليكسيون كل شيء كنترول سي وبعدها نجي نحطها هنا نجي للتأليف هنا. الكلام هاكا باش تلقاه طول هو حاضر هو بيده شيء باش نبدل هنا باش نبدل شيء اسم الموقع نتاعي، انما الموقع نتاعي اسمه ريال عربي، انت باش تجي تعمل عليه سيليكسيون وتبدل الارتباط نتاع ريال عربي تردها اسم الموقع نتاعك وتكتب ريال نتاع هنا مثلا ريال عربي جينز ريال سلمى موافق هذا الارتباط نتاعك، نجي نبدلها الى هنا كيف الارتباط نتاعك نبدل يعني نتاعك موافق. هذه هي انت الخدمة نتاعك وكل بتجي تبدل جسم ال جيت تثبت ال الاسم اسم السيت الموقع بتاعك هنا وتحط له اللين بتاع وركو. ثم حاجة واحدة لهني حد اللي جاء أول تلقى ريال العربي بدلها بالسيت بتاعك. حاجة أخرى أخيرة اللي هي تم تحرير هذه الصفحة بتاريخ، تكتب التاريخ بتاع الصفحة بتاعك. نبدل نسيت ما عملتش الليانات نحط الليانات نتاعي ونرجع لهنا كملت الليان كل حطيتهم. هي تبقى حاجة وحيدة باش نقول اللي إذا كنت بحاجة إلى مزيد معلومات باش نمشي صفحة اتصل بنا. صفحة اتصل بنا هذه بعد ما نعمل الصفحة أعطون جيس جون نعمله الليان تاعها واللي يجي كليك لهنا ديريكت تعديل صفحة اتصل بنا تنشوفوا كيفاش. قبل ما نعمل النشر ثم حاجة مهمة جدا هي هنا التعليقات القراء هنا عدم السماع
ما نعملش تعليقات في صفحة سياسة الخصوصية، نعمل تم لهني وبعد نجي نعمل نشر. سياسة الخصوصية هذه الصفحة الجديدة اللي عملناها سياسة الخصوصية مقاطع كيف نجي لهني صفحة سياسة الخصوصية ما نلقيهاش، كيفاش باش نخرجها في الباج متاعنا؟ جيست نجي لهنا كما قلنا بكري التخطيط، نجي عندنا صفحات قائمة الصفحات بالأعلى، نجي نكليك على هنا، نجي لهنا نشوف عندي تحديد الكل، تحديد الكل عندي وضع، عندي أبكاري وعندي سياسة خصوصية، عندي الزوج. نجي نعمل الحفظ لهنا. نعمل ريفريش، نعمل ريفريش بتاعنا، الأبكاري بتاع وين هذا؟ هاي السياسة. التام هذا اللي اخترناه ما تخرج فيه، نشوف تام آخر نشوف المظهر تخرج فيه كلمة أكل معي كلمة أكل بحث هاي تطبيق على الموبايل شو نعمل هنا ريفرش نزول هنا بعد اوكي ولد عندنا صفحة سياسة الخصوصية ديجا الفولو باي ايميل خرجت وحدها اللي هي نورمال نور لا ما نخرجوها من التخطيط هنا كله باي ايميل ولد عندي ديريكت ما علاش وقت عملنا وقت شاركنا في الفيد برنر شاركنا في الفيد برنر جاء ما اعطاني الكود نتاع الفيد هذا اللي هو جيني عليه الايميل لهنا اف ب اذا كان فما ناس باش تعمل ايميل باش يعمل يعني بشي شيء اصبر صبروا مسؤول يجي يعمل هنا يعمل يكتب الايميل نتاعه هو ويعمل لي سبمايت يجيني الايميل نتاعه هو اللي نجم نبعث له الارتيكل نتاعي في ليزارتيكل نتاعي في الايميل نتاع ديريكت هذا ما يخص صفحة سياسة الخصوصية ما زالت نزيدو له صفحات عندنا صفحة من نحن وصفحة شو اسمه صفحة كونتاكت اس ولا اتصل بنا